تعالوا نروح لزميلنا مراسل قناة الأهلي النهاردة محمد توفيق ونتعرف منه على آخر الأجواء في فندق الإقامة قبل الذهاب لملعب المباراة مباشرة. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والاسماعيلي، المباراه المؤجله من الجوله 18 للدوري المصري الممتاز، مباراه بالطبع في غايه الاهميه. يمكن في المقام الاول هي ما بين ناديين كبار جدا، النادي الاهلي صاحب الشعبيه الاقوى والاكبر في مصر، وطبعا النادي الاسماعيلي واحد من الانديه الجماهيريه الكبيره جدا في مصر. طبعا بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري، يمكن النادي الاهلي بيتصدر طبعا يعني المسابقه وفي المركز الاول، النادي الاسماعيلي يمكن مركزه متاخر، ولكن تبقى مباراه كبيره خاصه في ظل اهميتها واهميه اقتراب حسم لقب الدوري العام من النادي الاهلي وسعيه خطوه جديده نحو اللقب. على الجانب الاخر يمكن النادي الاسماعيلي اللي بيصارع شبح الهبوط، اعتقد المباراه برضو في غايه الاهميه ليه، خاصه يعني فاضل له خلاص 3 مباريات وهو ما زال في دائره الهبوط. يمكن النادي الاهلي نظر لاهميه هذه المباراه كابتن ايمن ورغبه الجهاز الفني واللاعبين في حسم بطوله الدوري بشكل مؤقت، بشكل يعني زي ما بيقول شكل قوي جدا وشكل على طول عاوزين يحسموها بدري بدري. يمكن طبعا سعادات اكثر من رائع، يمكن الفريق على طول عقب مباراه فيوتشر كان في تدريب على طول بدون اي راحه، الفريق اتضرب اول امبارح طبعا على ملعبه، كان التدريب استشفائي للمجموعه الاساسيه، بقت المجموعه من اللاعبين اللي ما شاركتش في المباراه يمكن ادت تمرين قوي جدا. امس كابتن ايمن الفريق اختتم استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيره في تمام الساعه 5 مساء، كان تدريب قوي شارك فيه جميع اللاعبين. يمكن طبعا في البدايه كان في محاضره للجهاز الفني اتكلم فيها عن هذه المباراه واهم نقاط القوه والضعف في المنافس وكمان الخطه ان شاء الله اللي ينوي تطبيقها في مباراه اليوم. بعد كده يمكن كان تدريب قوي جدا زي ما قلنا على ملعب مختار التتش بالجزيره، طبعا كان الاول فقرات بدنيه ومن بعدها على طول تدريبات بالكره، ويمكن اختتم المران بتقسيمه قويه جدا شارك فيها كل اللاعبين، كان طبعا في اصرار وحماس جدا من اللاعبين وطبعا اصرار على حجز مكان اساسي في مباراه اليوم. من بعدها اتجه الفريق على طول لمدينه برج العرب هنا بالاسكندريه كابتن ايمن، فندق الاقامه وصلوا فيه تمام 9 مساء، يمكن كان في وجبه العشاء بالامس في تمام 10:00، ومن بعدها خلد اللاعبين للراحه وبداوا يومهم من جديد النهارده في تمام 11:00 صباحا كانت وجبه الافطار، ومن بعدها في الساعه 12:30 كانت فتره الاكتيفيشن او التدريب الخفيف اللي خاضه الفريق هنا في ملعب يمكن اكثر من رائع هنا في فندق الاقامه كابتن ايمن. الفريق طبعا معتاد على النزول في نفس مقر الاقامه نظرا طبعا لقربه بشكل كبير جدا من استاد برج العرب، يمكن تقريبا 10 دقائق من مقر الاقامه للاستاد كابتن ايمن. من بعدها طبعا كان فقره الغداء او تناول وجبه الغداء كانت في تمام 4:30 عصرا، حان الوقت وانا بحركها على الهواء يعني ابرز بقى الخطوط اللي هيقود بها الفريق المباراه في المحاضره الفنيه واللاعبين، ومن بعدها ان شاء الله نتحرك على استاد برج العرب. ومعانا دعوات كل جماهير النادي الاهلي باذن الله بالتوفيق وحظ صلاص نقاط جديده والاقتراب خطوه كبيره للقب الدوري العام. يمكن ده كان الكلام الفني كابتن ايمن على الجانب الاداري، كمان يمكن يعني مجهود اكثر من رائع من اداره النادي الاهلي وكمان الاداره التنفيذيه، وطبعا يعني كان في حفلات مجانيه لجماهير النادي الاهلي المتجهه او اللي اتجهت بالفعل لاستاد برج العرب هنا بالاسكندريه، كانت طبعا من امام مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد، وزي ما قلنا وذكرنا كانت حفلات مجانيه، شرط ان يكون معاك الفان اي دي وتذكره المباراه. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون عند الموعد، وزي ما تعودنا منه دايما يكون اللاعب رقم واحد النهارده ان شاء الله، ويكون دعم كبير جدا للفريق وسبب في تحقيق الفوز باذن الله. كمان طاقم التحكيم النهارده في المباراه كابتن ايمن احمد الغندور حكم ساحه، 2 معاونين يعني احمد حسام طه ومحمد عزازي، حكم رابع عاطف حسين، وطبعا على تقنيه الفار حسام عزب وعمر فتحي. نتمنى كمان التوفيق لطاقم التحكيم وكل عناصر المباراه والعناصر المحيطه بها، وباذن الله يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وباذن الله يكون فريق النادي الاهلي عند الموعد وتحقيق 3 نقاط جديده واقتراب خطوه جديده من لقب الدوري العام واللقب 43. ودايما يا رب دايما كابتن ايمن النادي الاهلي يبقى في المتقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.